السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في درس البرنج أكاديمي من حل التستات. خلينا نشوف هذا التست عن شو عم يحكي. هدول الأسئلة نحن رح نكتب أجوبتهم أكثر من إنه يكونوا تيست. طيب خلينا نشوف هلا أول سؤال عنا، كاتبين أدنز سوي أدنز يزنز. أصلا نحن بنعرف لازم نكون بنعرف اسمنا وكنيتنا كيف بنكتبهم. مثلا كل واحد هون بإمكانه يكتب اسمه، تمام؟ هاي لازم ننتبه عليها. طيب السؤال اللي بعده عم بيشرح لنا، طبعا لا تنسوا اول حرف بكون من اسمكم لازم يكون حرف كبير. بيردان ona kadar rakamları sırasıyla sıra عن قلناها بتوقع هذا الدرس يعني بالترتيب. قال من الواحد لل ona kadar، بيردان ona kadar من الواحد الى العشرة لازم نكتب هدول الارقام بالترتيب. طيب كيف بنكتب كان؟ طبعا نحن الاعداد لازم نكون بنعرف نكتبها، لا ننسى الاعداد كثير مهمين. حتى ان مثلا اذا عندنا عدد، هالعدد كيف بنقراه من اليسار الى اليمين؟ يعني 34، تمام تمام هوجم. 2 3 4 5 6 6 7. إذا في حدا ما بيعرف يكتب ال شو 6 الأرقام لازم يتعلمون. 9 وعنا آخر شي طبعا رح يكون الأون يعني العشرة. السؤال اللي بعده شو هو اللي عنا يا السؤال اللي بعده؟ خلينا نشوفه. عنا عيطينا بعض الرسومات، aşağıdaki resimlerin adlarını yazınız. أضل بنعرف شو يعني، يعني اسم، معناها رح نكتب أسماء هدول الأشياء. خلينا طيب نشوف هون شو عندي. عندي شجرة. طيب شجرة شو يعني بالتركي؟ آتش آتش. هون عندي طيارة. طيارة شو معناها بالتركي؟ بعض الكلمات طبعا لازم نحفظ معاني هون. وتشاك يعني طيارة. وعندي هون قبعة. قبعة بالتركي شو يعني؟ يعني شابكة شابكة. واخر شي عندي حصان هو أت أت. هاي الكلمة بتجي بمعنى إلى معنيين، أول معنى اللي هو الحصان، تاني معنى اشلف ارمي، تمام؟ ارمي أت. مثلا كلمي أت يعني ارمي القلم، تمام؟ هاي لازم ننتبه عليها. خلينا نشوف السؤال اللي بعده. طبعا بتعرفوا انه بيكون عنا بالبرنج اكاديمي بيعطوكم مثلا الانسة بتقول كلمات، بتقول جمل، ممكن هالجمل انتو بتكتبون وبالاخير بصححوا لكم اياها، وبالتالي الكتابة كتير تدربوا عليها. كيف انسة بدنا نتدرب عليها؟ مثلا جمل، خلي حدا مثلا من اولادكم يقرأوا لكم اياها، وانتو اول شي بس تكونوا انتو قارئين من قبل ومتدربين عليها، بالاخير خلي اولادكم يقرأوها وانتو بعدها تكتبوها، وعلى هيك ومثله بالاخير يمشي حالكم بالكتابة. طيب عندي السؤال اللي بعده الخامس. كي سيسي الى باشلايان دورت كلمة يزنز. قال بحرف الكي لازم نكتب اربع كلمات. طبعا لازم باشلايان. شو يعني باشلايان؟ اخذناها من قبل. باشلمك يعني لازم يبدأوا من حرف الكي. مثلا شو بإمكاننا كتبين بتوقع من قبل؟ خلينا هلا نكتب كتاب، كلم لك يعني مقلمة، كلم لأنه كلم ألم، كلم لك مقلمة، كتاب لك مكتبة، كتاب لك، كابو باب، كابو. هدول صاروا عنا أربع كلمات. غيره شو بإمكاننا نقول؟ بإمكانكم تكتبوا غيرهم طبعا، إيفيت هوجم يا زبيرس طبعا بإمكانكم. طيب خلينا هلا نشوف هدول الأسئلة الرياضيات. عندي أربع عمليات لازم نعملهم. دوكوس أرت دورت. دوكوس أرت دورت كاتش إدار 9 و4 = 13. بحط الثلاثة هون والواحد جنبه. 1 + 3 دورت، وعندي بير بنزله فورا لتحت. 6 × 6 ننتبه. ها شغلة مهمة انه بدي انبهكم عليها بالاسئلة، بيجوا الطلاب بفكروا اول تنتين زائد معناها كلهم زائد، كلهم جمع، لا خطأ. مشان هيك كتير كتير انتبهوا على هذا الشي بالاسئلة وقت الامتحان. 6 × 6 بير.
اكيد عم بير تشيك بير ادار يعني جوابنا شقد صار اون بير اون بير هون اون دورت و اون اتش اون اكيدان اكي تشيك زاتن اثنين ناقص اثنين صفر وعندي الواحد فورا بنزله اون ادار بصير عندي شقد العدد طبيعي اون عشرة. طيب خلينا ننتقل للسؤال اللي بعده. عندي سؤال هون مقطع قراءة ومثل ما قلت لكم من قبل أكثر أسئلة سهلة شو هن؟ طبعا مقطع القراءة والأسئلة اللي عليه هون. أول شي شو بنعمل؟ بنقرأ الأسئلة. سما كوي دي كيم لارلا تنشت كوي يعني ضيعة. سما اسم البنت كيم كيم من تنشت تعرفت يعني سما عمين تعرفت بالضيعة. Ormanda kimin şapkası kayboldu? Şapka bir şey yani. Acaba şu kanat yani. Tabağın kubbağım. Kayboldu yani da'id. Min da'a kubbağtu bil orman. Orman yani gabi. Tayyip, halina nşuf ma ba'd hon. U ba'dan halil asili. Evvel şey nukra. Sema köyde kendine arkadaş buldu. Yani la'et azdiqa'la. Ayşe, Ali, Kemal ve Can. إلي تنشت شوفوا فورا اعتبروا انه ما بنعرف معنى السؤال هون شفنا كيم لارلا تنشت كيم اصلا كلياتنا بنعرفها من تنشت ما بنعرفها ولكن هون شفنا كلمة تنشت معناتها فورا رح نكتب هدول الاسماء تحت عايشة عنا بعدها علي بعدها عنا كمال واخر شي طبعا جان Anse hattaki kitir halu taban. Bir sabah ormana gittiler. Orada huna hani şu sar Kemal'in şapkası kayboldu. Şufu şapkası kayboldu. Şapkası kayboldu. Lahzin nefsil kelime, nefsil cümle. Can hek ve ilkon eshalil esile hennen biyucu min şu, min maktan kilaa. Şapket. Kubbayt min? Kemal. Manha hon şu rah nektob. Kemal. Tamam mı? Tamam hocam. Bakalım. Hun anne keman Türkçe. Aytinel isim, adınız, soy adınız, kinyitkon, iliniz ve ilçeniz. Hedol kelimetel muhammen şu yani iliniz. Yani المدينة إلتشي مثل بتعرفوا اللي بيقسموها مثلا بيقولوا إلتشي مثلا اسطنبول فيها إلتشي هيك اسمها إلتشي 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 بصير عنا إل بصير عنا مدينة. طيب بدي أقول لكم شغلة هلا عنا كمان هون مقطع وقت بيجينا مقطع شو رح نعمل؟ تعودنا أنسى عليها أنا أول شي رح نقرأ الأسئلة. كرنجة كرنجة يعني نملة مهمة. كرنجة نرية دشيور نرية إلى أين دشيور بتوقع. Güvercin karıncayı nasıl kurtarıyor? Nasıl ab anqızam? Elhamam ab anqız el namle. Tayyip, sual el vado. Karınca güvercini nasıl kurtarıyor? Abelna karınca yani fawlan hay entu lazım terjmu wa karınca namle güvercin hamami nasıl keyfe kurtarıyor? Yani ab anqza. Tayyip, halina nşuf ma ba'd lakin el metin ve njawab ala el esile. İsm el metin ismu karınca. Tayyip, halina nşuf Karınca, أول شيء نبدأ بالمتن. Bir karınca dereye düşmüştü. Su içen güvercin onu gördü. هل شافا وعيت طبعا هي عبي قلنا düşmüş يعني وعيت. Su içen güvercin يعني الحمام اللي عم تشرب مي onu gördü. شافتا. Hemen gagasıyla Gaga yani min ara bir çöp uzattı. Karınca çöpe tutunup kıyıya çıktı. Çöp şu yani filmin kombolori çöp yani vesak. Sahiyem yani vesak. Bes hon maddeci bir mana vesak. Ma'olit maddedle yani ta'tiye vesak mşan tıtla ala taraf. La ma mümkün. Hadil mana hatı. Ve bittali çöp şu yani. Rah azakirkon min kelimet çöp şiş. Mşan tıbqa bzihinkon. شوب شيش يعني هدول العواد اللي بدخلوا فيهم شو اسمه شو اسمه بإمكاننا نقول شو من اللون يعني شوب شيش يعني الأسياخ ولكن شو ولكن شو بحطوا جواتهم بحطوا فيهم شيش طو ولكن ها معنى الحديد لا اللي بكونوا من خشب هيك بيجوا مجموعة أكيد بتعرفون اسمهم شوب شيش
اكيد لازم تعرفون تشوب شيش، مشان هيك هي مشان تبقى بذهنكم. وقت بقولوا لكم تشوب بتجي بمعنيين، اول معنى المهملات الوسخ، ثاني معنى هو الاسياخ. طيب كارينجا تشبت وتنوب، قالت مسكت فيه وطلعت على طرف. تم أسرد بهذاك الوقت أردن geçen bir avcı güvercini görüp nişan aldı. قال بهذاك الوقت مال avcı، شو يعني avcı؟ يعني صياد. أخذ هدف، شو هدفه؟ شو كان الجوفرجين؟ شو يعني جوفرجين أنسي؟ طبعا يعني حمامة. كارينجا دا avcının ayağını ısırdı. قال بهذاك الوقت النملة عضت إجر الأفجي. أدمن atışı boşa gitti. Alva bittali ma sab el güvercin. Böylece güvercin kurtuldu. Ve bittali minnet anqaz taban el güvercin. Tayyip karınca nereye düşüyor? Lewin vaat. Fawran ansi. Fawran rahna arfa hayi assariya. Şufu düşmüştü. Nereye? Asla hadol kelimteni minarif şu yani. Ve hayi minarif şu yani. Ma'nette fawran hon şu rahak tub. Dereye. Lahzin iş at sahle el asile li btici heki. Tayyip güvercin كرنجي نصل كورتاريور، شلون عم بينقذها؟ طبعا شوفوا هون حتى نمسح هدول رح يصير افضل. بير تشوب شيش بير تشوب وزات، هون رح نكتب بير تشوب وزات او وزاتاراك كورتارد، خلينا حتى نقول هيك افضل رح يكون. دقيقة bir çöp uzatarak bir çöp uzatarak uzatarak kurtardı kurtardı. Peki hocam dördüncü soru, karınca güvercini nasıl kurtarıyor? شلون انقذته؟ فورا بنرجع للمتن. مثل ما شايفين هون كارينجا دا avcının ayağını ısırdı. نفس الجملة أنسى رح نكتبها؟ طبعا نفسه نفسه كلها يادا قص لصق. بكي ها عندنا كمان هون سؤال بيردان أنا كدار رقمları sırasıyla yazınız. أنتملينا من هذا السؤال، قال اكتبوا لنا من الواحد للعشرة بالترتيب، ولكن نحن ما رح نكتب من الواحد للعشرة. من شو رح نكتب؟ العشرة، عشرين، ثلاثين، للمية. طيب on هدول كتير مهمين. 20 30، كتابتهم ها كتير مهمة لأني أكيد كلياتنا يعني أص جوك قليل وكتير بنعرف نقولهم، ولكن كتابتهم هي المهمة. 10 20 30 40 50 60، هي 60. هاي كتير بخربطوا فيها الطلاب، بيكتبوا 60 ما بيكتبوا لي، بس هي 60. 70 70 80، على السريع انسي. بكي 80 90 90، واخر شي عندي 100 يعني 100. طيب هلا عندي هون بعض الصور الموجودين مثل ما شايفين، شو رح نعمل؟ adlarını yazınız، اكتبوا اسماءهم. عندي هون عنب، عنب شو يعني؟ üzüm üzüm. عندنا هون مكاس، سهلة انسى لاني نفسها بالعربي. ايفيت مكاس، ما بدها شيء، اكتبوا هذا الشيء مكاس. وعندي هون عصفور، عصفور يعني كوش، اما اللي قبل شوي قرأناها جوفرجين، جوفرجين شو يعني؟ يعني حمامة. هون عندي تشيتشيك يعني زهرة، تشيتشيك. طيب وردة شو يعني؟ يعني جول، خلينا نكتبها هون جول. تمام تمام هجم، دوام edelim، خلينا نتابع bakalım başka ne sorularımız var. Evet بتوقع هون عندنا السؤال السابع، devletimizin kurucusu kimdir؟ مين مؤسس الدولة التركية؟ adını soy adını yazınız، yani اكتبوا اسمه كنيتو. طيب عندي بعده devletimizin adı nedir؟ ad ايش اسم دولتنا؟ طبعا هدول رح نجاوب عليهم. طبعا شو رح نكتب؟ مصطفى كمال اتاتورك، خلينا نكتب مصطفى
مصطفى كمال، أتاتورك، طيب اسم الدولة كلياتنا بنعرف أصلا، تركيا، تركيا، لا تنسوا وقت بنكتب تركيا لا ننسى هون حرف الإي، أغلبية الطلاب من بخربطوا فيها، هي لازم ننتبه عليها، تركيا جمهوريتي. السؤال اللي بعده حسب الشخص طبعا بيختلف، ولكن رح نشوفه، انسب دينيز حيوان بيتكي يمك اسملرني يزنس، الأكثر حيوان أو حتى مو أو نبات أو يمك يعني أكل بتحبه لازم نكتب انسب ديم حيوان، شو بإمكاننا نقول مثلا طوشان، طفشان، أرنب، ممكن نقول كدي، ممكن نقول شو كوبيك، كوش، كوش قبل شوي تعلمنا كوش يعني عصفور. انسب ديم بتكي، بتكي شو يعني؟ يعني نباتات، ممكن نقول كاكتوس، كاكتوس، صبارة، ممكن شو نقول تشيتشيك، جول، منكشة، بإمكاننا نعدد كتير. طيب انسب ديم يمك، اليمك أكيد كلياتنا بنعرف شو بإمكاننا نكتب، مثلا شو بإمكاننا نكتب هون؟ بطاطس كزارت مصر، بطاطس kızartması hayır şu yani patates kızartması patates patata kızartma yani mallaye yani patata maliye طيب شو بإمكاننا نقول dolma محشي شو كمان sarma انسى هذا اكثر سؤال ممكن نجاوب عليه dolma sarma بإمكاننا نكتب و اشياء ثانيه كمان طيب Size söylenen 3 cümleyi yazınız. Yani 3 cümel. Rahın oğlun. Rahalkun anayahun. Untu rah tiktibuğun. Tamam. خلينا نشوف حل ثلاث جمل. ها شوفوا وقفوا أول شي جيبوا ورقة وقلم، وقفوا الفيديو جيبوا ورقة وقلم، وبعدين ارجعوا شاوروا الفيديو الجمل اللي رح أنقلكن ياهن فورا انتو اكتبوهن، بالأخير رح نشوف كتابتهم مع بعض كيف رح تكون. إيفيل جبتوا الورقة والقلم، رح أبدأ أنقلكن ياهن. أول جملة عنا رح تكون هي ألي أطا أوت أط. ألي شوفوا بيجيبوا لكم ياهن مشابهين لبعض الكلمات مشان أنتوا يحاولوا يخربطوكن، ولكن إذا أنتوا كتير بتستمعوا وكتير عم تحاولوا بالكتابة أكيد ما رح تتخربطوا. طيب ألي أطا أوت أط، تمام هاي أول جملة، بإمكانكم تعيدوا الفيديو من الأول وترجعوا تسمعوها. إكنجي جملة، الجملة الثانية، طلط إكي طبق كبك، إكي طبق كبك آل، رح أرجع أعيدها تكرار الجام، طلط إكي طبق كبك آل. إتشنجي جملة، Ayşe havuç, balık, limon ve tavuk satın aldı. Ayşe havuç, balık, limon, tavuk satın aldı. اشتريتون. طيب هل ثلاث جمل انتو لازم تكونوا كتبتون، وخلينا هلا نشوف الجمل كيف كتبتون. من بعدها ما كتبتون ما اطلعوا عليهم بدون ما تكتبون، تحاولوا لحالكم. شوفوا علي اتا اوت أط. هون عنا هدول الكلمتين بخربطوكن ممكن، طبق وكبك. طبق يعني شو؟ يعني صحن. كبك شو يعني؟ كبك شو؟ كبك كوسة. عايشة هافوتش، جزر، بلق، سمك، ليمون، ليمون، طبق شو يعني؟ طبق يعني دجاج. سطن عالض اشتريت. تمام لحد الهون ما بتوقع في مشكلة، وهيك بنكون انهينا هذا التيست. بصونك تيست تيجي، ورشمك وزرين.